أقام عدد من خريجي الجامعات الكوبية في مدينة الكرك جنوب العاصمة الأردنية عمان بيت عزاء لاستقبال المعزين من الرئيس الكوبي السابق فيدل كاسترو، وذلك في قاعة البلدة. وقال المنظمون والمشاركون في هذا العزاء إن هذه الخطوة تأتي تكريما لهذا القائد التقدمي الأممي الذي يعد مرشدا لكافة الثورات التحررية في أمريكا اللاتينية والعالم الثالث. بلد يتميز بالثقافة بالعلم، بلد يتميز بأنه وصل إلى أعلى المراتب العلمية والطبية على مستوى العالم. لا يوجد في كوبا الأمية، لا يوجد في كوبا الأمراض المعدية أو السارية، بل هنالك شعب مثقف، هنالك شعب صحي، هناك شعب يتميز بالثقافة والفكر والرأي والحرية. نعم، كل ذلك لم يأتي من فراغ، بل كان هنالك زعيم، كان هنالك رجل صاحب إرادة، صاحب فكر، صاحب سياسة، صاحب رؤية مستقبلية. رسالتنا إلى القادة العرب وإلى كل القادة في العالم أن يحذوا حذو هذا القائد العملاق، القائد الذي قدم بلا حدود إلى جميع الشعوب المضطهدة، الشعوب هذا الاحتفال بهذا المهرجان، بهذه الرؤى، البيت العزاء، لكي نقول للعالم بأسره أن الكبار القادة الأفذاذ المناضلين لا يمكن أن تنساهم الشعوب المقهورة، لا بل تتضامن معهم وتكف معهم وتستذكرهم وتخلدهم. هذا الرجل خالد، هذا الرجل سيبقى شعلة مستمرة من أجل أن تنتصر الثورة.